دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن. عزيزي المشاهد، احنا اليوم ما قاعدين نتكلم رقائق أو تربويات أو أدب وشعر، هذا موضوع علمي. المشكلة في الموضوع العلمي هو التبسيط. أنا على يقين أن ضيفي اللي راح يكون معاي في هذه السلسلة لهذا الموضوع الحساس الذي يبنى عليه شك وإيمان وتصور واعتقاد صحيح، ليس فقط عن وجود الإنسان في هذا الكون، بل عن الكون والإنسان والحياة وما قبل الحياة وما بعد الممات. القضية متراكبة ومتكاملة. الموضوع أرجوك ركز معاي، وضيفي إن شاء الله أستاذ الدكتور صبر الدين مرداش يكمل معنا. يا دكتور، حلقة أمس كانت بين النظرية والمنظر، تكلمنا عن الماديين الذين يتكلمون عن أصل الإنسان كرد، وتكلمنا عن دارون وحياته. اليوم يا دكتور راح تتكلم لنا كما اتفقنا عن مناقشة مصادر النظرية الخمسة اللي قلت عنها. هل تقصد النظرية، هل أنت تقصد من مناقشتك لها الهدم والتحطيم أم ماذا؟ أنا قصدي إحقاق الحق. ليس لي رغبة مسبقة في هدم الركيزة أو إقامتها. كل ما أرجوه أن يوفقني الله إلى إحقاق الحق بإذن الله إن شاء الله. الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللاحية. انبثاق الحياة من اللاحية، حتى يركز معي المشاهد، انبثاق الحياة من اللاحية أول ركيزة من ركائز نظرية داروين. دي نظرية الركيزة الأولى، انبثاق الحياة من الأحياء. منين جاب داروين هذه الركيزة؟ جابها من ثلاث مصادر أساسية. أول حاجة في نظرية اسمها نظرية التولد الذاتي أو التكوين التلقائي، وأتكلم عنها الآن. تاني شيء، إن في عهده كان ينظر إن إلى البكتيريا بأنها بتكون من مواد غير حية. تالت شيء، كان يعتقد داروين وله العذر في ذلك إن الحياة بسيطة، الخلية دي بسيطة، لأن زي ما قلت في الحلقة الماضية إن الميكروسكوب اللي كان بيشتغل بيه ضعيف، كنت تكبيره 200 مرة، مع إن في الفيلد أي ميكروسكوب الآن كنت تكبيره 5 مليون مرة، فرق جبار وشاسع. نيجي للإيه؟ نيجي للمصدر الأول اللي هو نظرية التولد الذاتي أو التكوين التلقائي. النظرية ديت كانت سبب في إلحاد كثير من الناس على مدى قرون متتابعة ومتعاقبة. ايه فحوها ببساطة؟ ببساطة بيقول لك ان الكائنات الحية يمكن ان تتولد من اشياء غير حية تولدا ذاتيا في وجود جوهر نشط، المية والهواء او الاثنين سوا. المية والهواء او الاثنين سوا ممكن يخلقوا حاجة حية؟ دي جوهر النظرية. حلو. ارسطو امن بذلك، وهي موجودة منذ القرون اللي الوسطى، وصلت عهد مين؟ عهد داروين. ايه الدليل على ذلك؟ من وجهة نظر هذه النظرية أقدم ثلاثة أدلة. هم أدلتهم هم إن الحياة تنبثق من اللاحياة. إيه أدلتهم؟ أقدم ثلاثة. واحد، قال لك بقايا الطعام سيبها، ست البيت بتترك بقايا الطعام في الصالة ولا في المطبخ، تيجي بعد يومين ثلاثة تلاقي إيه؟ تلاقي في حشرات، فالحشرات اتولدت من بقايا الطعام. ده كلامهم صحيح. الناس تشاهد هذا، الناس تشاهد هذا. نعم. بس العلم له رأي آخر. نعم. نمرة اثنين، عندك صوامع الحبوب والغلال والقمح والحاجات دي كلها، حيث توجد صومعة للغلال أو للقمح والحنطة الحاجات دي تتولد الفئران وحشرات أيضا فيها. وتولد الفئران. نعم. نعم. وبعدين ثالث حاجة،
قال لك الدود اللحم لما بيتعفن وبيتحلل وبيفسد يتولد منه ايه؟ دود. دود ما جاء من الخارج، معناته طلع من الداخل. هم كلامهم هذا كلامهم، يعني هذه المظاهر جعلت المظاهر جعلت. وغير كده قالوا ايه بقى؟ قالوا يعني قمح زائد خرقه بليه من الثياب في وجود جو من الاكسجين والرطوبه ممكن يولد فئران. وقالوا الذباب لما يموت اذا اختلط به العسل فانه ممكن ينتج لنا ذباب. ده كلامهم. فدي ايه؟ مين تصدى للكلام ده بقى؟ من تصدى؟ من تصدى لهذا؟ نعم. النظريه دي لها قرون عديده مسيطره ودي تفتن سبب في الحاد كثير من الناس. معروف كده نظريه التولد الذاتي او التكوين تلقائي سبونتينيس جينيريشن ثيوري دي سبب في الحاد كثير من الناس على مدى قرون متعاقبه. نعم. ما دام الحياه بتتولد من اللاحياه يبقى زي ما فيش خلق. جه اتنين من عباد الله جندين من جند الله والله جنود لا يعلمها الا هو، فرانشيسكو ليدي في ايطاليا ولويس باستير في فرنسا. فرانشيسكو ليدي قال ايه؟ قال وجود الخرقه الباليه من الثوب مع القمح لا يمكن تولد فئران. هذا مين؟ ده فرانشيسكو ليدي. والذباب اللي اختلط بالعسل لا يمكن يولد ذباب، وانما اللي حصل في ذباب حي جه حط على الذباب الميت مع العسل وكان معاه بيض جايبه من مصدر اخر، البيض اتحط على الذباب الميت، خليت الذباب الميت والعسل، جه في فتره معينه فأس وكون لنا الديدان، فالديدان جت من مصدر خارجي ولم تاتي من الذباب ايه؟ نفسه. وكذلك اللحم عندما يتفسخ ويتحلل فبيتولد صحيح دود، بس الدود دي لما يتولد من اللحم الميت، وانما بنفس الطريقه الذباب جاب بيض ووضع عليه وبيض دقيق لا يرى، ولذلك الشخص العامي يقول لك ده اتولد منه لانه ما شافش البيض اصلا. فعندما يفخس البيض بتتولد منه ايه؟ هذه الديدان. اذا فرانشيسكو ليدي قضى عليها ايه؟ تماما. جه باستير ولا في ايام خالده في تاريخ العلم يا دكتور محمد. أيام. اليوم اللي جاليليو وقف فيه فوق برج بيزا المائل واثبت ان الجسم الثقيل والجسم الخفيف ينزلان معا في نفس اللحظه بغض النظر عن الكتله، ده يوم خالد في تاريخ العلم، وكان عمره كام؟ 17 سنه. من ايام العلم الخالده كذلك يوم اعتبره، وكان يوما مشهودا يوم 5 مايو 1865 لما باستير وقف امام قضاه اكاديميه العلوم في فرنسا. فرنسي هو؟ فرنسي. باستير فرنسي طبعا. واثبت صورته اهي، هذا باستير واثبت امام قضاه اكاديميه العلوم في فرنسا 5 مايو 1865 بالتجربه الشهيره، لا داعي للخوض في دي اهو، الدور اهو ذو العنق اللي على شكل حرف اس ماسك الدور اهو، دي تجربه خالده في تاريخ العلم، اثبت بها ان الحياه لا تنبثق الا من الحياه وتولد نفس نوعها وده اصبح مبدا اساسي في علم البيولوجيا على مر التاريخ منذ باستير. وبناء عليه طلعوا لنا المعلبات، فصلوا الهواء، نعم، وحفظ الطعام، ولم ينشا دود ولم ينشا حياه. في سؤال كنت عاوزك تساله، اللي هو الانسان لما بيموت الدود بياكل جثه الانسان، الدود دي جاله منين؟ الدود اللي جاء للانسان جاله منين؟ تساءل هذا نجاوبه بعد الفاصل دكتور. ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب وصل الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد. أعزائي المشاهدين، سألني أحد الأخوة في الاستديو قال لي محمد أنتوا شو قاعد تسولفون عنه؟ أنتوا قاعد تسولفون عن قضايا علمية، أين القرآن؟ أين الحكم الشرعي؟ يا اخواني الحكم الشرعي القرآن يأتي بعد ان يشرح الدكتور نظرية داروين، اصل الانسان قرد او هو مع القرد من سلف مشترك واحد او اللي يقولون العلماء، بعدين نجي نتكلم عن النتيجة. ارجوك اصبر لي، اعرف المقدمات يرحم والديك. هيبة دكتور، تكلمت عن نشأة الحياة من لا حياة وانتقدت الاوهام اللي كانت موجودة ونسخها باستير، والثاني مين يا دكتور؟ فرانشيسكو ليدي. طيب بعدين تساءلنا من الدود اللي في جسم الانسان عندما يدفن في التراب، ما جاء ذباب حط عليه بيض ولا من اين جاءه الدود؟ جاء الدود، هو جسم الانسان لازم نعرف عليه 10,000 طفيلي. 10,000؟ 10,000 برازيت طفيلي.
دقيق داخليا وخارجيا دقيق. بالفيل ده قبل الميكروسكوب جابوا رمش عين شاب امريكي وضعوها قدام الميكروسكوب بتاع الفيل ده قبل الميكروسكوب، تبين قطعاب من الاغنام والابقار والجاموس بتعيش في المسافه بين غمد الجفت، غمد الرفش والجفت، شيء لا يتخيله عقل. دكتور لحظه حتى نركز، الحين المشاهد قاعد يسمع، يعني هناك كائنات كثيره ومنوعه على الاجزاء من الجسم، على ادق الاجزاء. الخد ده مهما كان هذا رؤي عينا، ما بحكي لك بالفيديو ده ميكروسكوب، انا شفته يعني بنفسي. يعني ايش الفيديو ده ميكروسكوب؟ ميكروسكوب متقدم جدا جدا، بيكبر 5 مليون مره زي ما قلنا. 5 مليون مره كده راح يشوف، 5 مليون مره كده راح يشوف. هنا في الخد ده مهما كان الخد نظيفا وحل ايدك انت مش حل ايدك انا شفت في الفيلم قطع من الابقار والجاموس والاغنام كلها عايشه على خد الانسان، سواء المشاهد يعلم او لا يعلم. 10,000 طفيل داخلي وخارجي. فالانسان لما بيموت بيحصل له 3 مراحل: مرحله التيبس، ثم مرحله التحلل الدموي، ثم مرحله التولد التحلل الذاتي. ايوه وتحلل الذاتي بتمر التحلل الجسدي قصدي أيوة. تمر بمرحلتين، التحلل الذاتي ثم التعفن. قبل هذا يقول لي الاخوه، يقول المخرج فوق الجاموس، ما جاموس لحسن الناس يظنون ان فعلا جواميس حقيقيه. يتكلم الدكتور في حجم الجاموس صحيح، تشبيه ان هنالك مش تشبيه، ليس تشبيه يعني، لا تشبيه بانه كعالم الحياه يوجد هنا احياء كثيره ومخلوقات على وجوهنا، على اجسامنا، على ايدينا. لما الميكروسكوب بيكبرها 5 مليون مره بيكبر حجم الجاموس والبقره فعلا. الناس قد يستغربون براحتهم. نرجع للانسان دكتور، عندما يموت يتحلل؟ الانسان عندما يموت الجسد بتاعه، طبعا الانسان عباره عن ذات وبدن. أينا. الذات تطلع لعالم البرزخ والبدن يروح في التراب. نعم. ويتحلل، في 16 عنصر يرجع للتراب اللي هو 16 عنصر. طيب مراحل. والكتاب الوحيد اللي قال الانسان خلق من طين هو القران. نعم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. فالمراحل الثلاثه هي معروفه طبيا: مرحله التيبس، وبعدين مرحله التحلل الدموي، ثم مرحله التحلل الجسدي. التيبس ببساطه شديده لما الانسان بيموت ما فيش تنفس، وبالتالي ما فيش اكسجين، في الجلايكوجين الموجود في عضلات الجسم الميت فبيطلع، وبعدين بيتحول الى حمض اسمه حمض اللبنيك او حمض اللاكتيك، وده بيكون سائل لزج بيغلف العضلات فيخليها تتصلب، ولذلك ايه يتيبس الميت ويتخشب ويتصلب. وبعدين المرحله الثانيه بعد كده مرحله التحلل الدموي، الاوعيه الدمويه بتتحطم، فالهيموجلوبين اللي هو الماده الحمراء بتخرج منها، فبيبقى فيه عباره عن كتل بنفسجيه موجوده في انحاء متفرقه من جسم الميت. ثالث حاجه بقى اللي هي مرحله التحلل الجسدي. مرحله التحلل الجسدي دي بتمر بحالتين: مرحله التحلل الذاتي، ودي بتطلع في بكتيريا وفي الجاستريك جوسز اللي هي العصلات الهاضمه. العصلات الهاضمه دي والانسان حي بتبقى صديقه له، بعد الموت بتبقى عدوه. هي الافرازات هذه العصلات الهاضمه هي عونا له في حياته. الله. عونا له في حياته، معولا عليه في مماته. ايش وتلاقي مين اللي بيتحلل الاول؟ الحاجات اللي في عصلات البطن، المعده، الامعاء. اما القلب مثلا ما فيش عصلات هاضمه فبيتحلل بعدين. وبعدين اخر حاجه بقى مرحله التعفن، تطلع البكتيريا وتطلع في ديدان صغيره جدا موجوده في برازيتس، موجوده في جسم الانسان، وتطلع طبعا المرحله السابقه اللي هي مرحله التحلل الذاتي، بتوفر لها بيئه لا هوائيه فينشط تنشط البكتيريا وتفسخ الخلايا. طبعا ريحه الميت يا دكتور محمد لا تطاق. ايه السبب؟ ايه السبب الطبي؟ السبب ان البكتيريا بتحلل امينو اسيدز، الاحماض الامينيه، فبيطلع منها رائحه. انا شفتها لما كنت طفل صغير، كان لنا ارض زراعيه بجوار المقبره في البلد، ريحه. شوف بعد العمر ده كله مش قادر تحمل من انف الانسان. ايه سببها؟ مهاجمه البكتيريا للايه؟ للاحماض الامينيه وتفسخها. يعني اذا جت جت من داخل الانسان، من داخل الانسان. وممكن بالخارج، في بعض المقابر اللي هي غير الشرعيه بتلاقي بيدخل فيها هواء، وتلاقي فيها نوع من الذباب، ذباب اللحم،
وده بيضع بيض، وتلاقي فيها احيانا عقارب، وتلاقي فيها احيانا مش عاوز اقول بقى بعض المقابر بتيجي لها الضباع وتاكل جسم طيب الميت. دكتور عشان لا يدركنا الوقت، نريد امثله على استحاله تكون الحياه من اللاحيات حتى نكون بالامثله نشرح. احنا الاول قلنا ده المصدر الاول، المصدر الاول اللي داروين جاب منه ركيزه انبثاق اللحيه من اللحيات، اللي هي نظريه التولد الذاتي، ودي خلاص هدمت فرانسيسكو ريدي في ايطاليا وباستير في فرنسا. المصدر الثاني ان البكتيريا تتولد من مواد غير حيه، وده طبعا تبين في العلم الان غير صاحب المرض. المصدر الثالث كان داروين يحسب ان الحياه بسيطه، واقصد بالحياه هنا الخليه الحيه، تبين انها اكبر شيء يقع عليه تقع عليه عين الانسان من التعقيد هي الخليه الحيه. حلو. انت عاوز امثله بقى؟ انا ابي حتى المواطن يكون أيوة. المشاهد نبي امثله. دائما انت معروف عنك في التبسيط بالامثله، تفضل. على استحاله انبثاق الحياه من اللاحيات. طبعا اي هذا ندي امثله. المثال الاول عندك الطائره، افرض ساحه كبيره فيها خرده، الخرده ديت زي ما هتبين من الصوره، الخرده ديت فيها اسلاك وفيها رخاق الالومنيوم وفيها اهي ادي عندك الاسلاك أيوة. وفي هنا بلاستيك وفي الومنيوم، ودي كلها موجوده بشكل عشوائي في في ساحه طبيعه ساحه الخرده. هل يمكن من تلقاء ذاتها تتجمع وكل شيء في مكانه وتعمل لي هذه الطياره؟ ها مستحيل. وتؤدي فانكشن وظيفه وتطير ويصير لها هدف وغايه وعله مثلا سبب عفوا أيه؟ استحاله استحاله استحاله. لابد الاول تمر بمرحله التصميم الذكي الانتليجنت ديزاين، والتصميم الذكي لابد من وجود هدف سابق. هدف سابق نعم، اللي هي الهدف الغائي. نعم بالضبط الغائي التولوجيكال. نعم. فهل يعقل ان ساحه فيها الجناحين في صوب، والذيل في صوب، والمحركات في صوب، والتعقيدات والتركيب وبتاع هوب على طول تكون لي هذه الطائره؟ دي استحاله. ادي المثل الاول. قضية الحصى والحجر والماء اللي تتكلم عنه دايما ديت في واحد تطوري تركي كبير اسمه يمان أورس. أيوة. قرأت له حاجة عجيبة قوي، يقول لك ايه، انت لو جبت بركة مية فيها حصى فيها حجارة وحطيت فيها شوية بعض المواد العضوية وسبتها مثلا 100 مليون سنة، ولازم يجيب لك حاجة عشان يهرب من الخضوع للتجريب 10 مليون سنة، هتيجي بعد كده تكونت فيها خلية حية. ده كلام سفسطائي، كلام هرطقة، وعول على الغيب، وعول على الغيب سنين. وعول. هو شوف نظرية التطور خدت من الزمن عون له تبين معول عليها. ما هذا نظرية التطور زي ما ناخد في القانون الثانوي في الثيرمودينامكس، ده قانون هذا من النظرية كلها. هذا إن شاء الله راح نسمع منك بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. دوما لك الحمد يا دوما لك الحمد. دكتور أعطيتنا أمثلة توضيحية بالطائرة ثم بغيرها على استحالة انبثاق الحياة من اللاحيات توضيحا للأخوة المشاهدين، مزيدا من الإيضاح دكتور. طبعا بالنسبة للطائرة مسألها مثل الخلية الحية عبارة عن نظام زي الطائرة، فمش ممكن تجيب مكوناتها وهوب فجأة تكون خلية. أدي السبب اللي جبت مثال ليه الطائرة عشان نوضح للإخوة المشاهدين. عندي مثل خطير جدا يا دكتور محمد، وهو إيه؟ إحنا هنجيب الإخوة التطوريون، الإخوة الداروينيون، يعني وهم إخواتنا فعلا إن لم يكن في العقيدة وفي إيمان فهو نظراؤنا في الخلق. نعم. على الأقل. نعم. هنقول لهم إيه؟ هات برميل. هات برميل. برميل أهو هذا البرميل، وضع فيه ما تشاء من ماء ومواد عضوية وخمائر وإنزيمات وما تشاء، واترك هذا البرميل يعمل بمحض ميكانيكيته وآليته دون تدخل. هتسيبه كام؟ 10 سنين ماشي احنا موافقين، 100 سنة موافقين، 1000 موافقين، مليون، بليون، تريليون، كتريليون، سنكليون، سيزيليون، سبتليون، وتليون، نفليون، ديشيليون، نابليون، كما تشاء.
من الأرقام والعدد كما تشاء. نعم. لك مطلق الحرية. نعم. أيها الأخ الدرويني التطوري، طيب هنا هنشوف صورة ثانية. هيحدث انفجار في البرميل. البرميل انفجر. برميل من المواد الخام. المواد الخام اللي فيه. هل ممكن بالعقل يعمل لي هذا الطبيب؟ يعمل لي هذا الطبيب؟ يعمل لي هذا الحصان؟ يعمل لي هذا الببر؟ وده من أقوى الثدييات، يكاد يكون أكثر قوة من الأسد على فكرة. نعم. يعمل لي يعني هذا الفهد اللي بيجري بسرعة 125 كيلو؟ يعمل لي هذه الزهرة؟ يعمل لي هذا الدولفين؟ يعمل لي هذه الفراشة؟ هل يعقل؟ الحمامة دكتور فوق بعد على اليمين. والحمامة اللي على اليمين. نعم. هل ممكن يعمل لي هذا التنوع الفرايتي من المخلوقات الحية؟ وبعدين يعمل لي أساتذة الجامعات يبصوا في الميكروسكوبات ويشوفوا نفسهم الذرات تخاطب الذرات؟ ها؟ وبعدين تتكون مثلا عناصر معينة زي الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت، بدل ما تكون لطخه سودا تعمل لي عقل واعي مدبر مفكر. وبعدين تعمل لي مثلا طائرات، تعمل لي غواصات، تعمل لي نفاثات. واضح. هل العقل يصدق هذا؟ واضح دكتور في الاستحاله، لكن امس ذكرت شيء اعقد وقلت ان هذا من اخطر يعني الاختراع الاكتشافات واكبر هدم لنظريه داروين، الا وهو الدي ان اي. لازم يا دكتور المشاهد يعرف قصه الدي ان اي. الدي ان اي دي صوره مبسطه، لان الدي ان اي زي ما اتكلم دلوقتي المشاهد هيسمع كلام ربما لم يسمعه في حياته عن الدي ان اي. المكتشف اولا دكتور دكتور هما ثلاثه خدوا اكتشفوا الدي ان اي سنه 1953. خدوا جائزه نوبل في الطب والفسيولوجيا على هذا الكشف الخطير، اعظم كشف البيولوجيا في القرن العشرين سنه 1962. ثلاثه واتسون، جيمس واتسون، وفرانسيس كريك، وموريس ويلكنز. اللي يهمني بقى هنا في الدي ان اي، انت دكتور محمد تمثل المشاهدين. اي طبعا. فيك الأول الدي ان اي عبارة عن ايه؟ ما هو الدي ان اي؟ عبارة عن حلقات الخالق سبحانه وتعالى خلاها تتحد مع بعض، تتصل ببعضها البعض في سلسلتين، وبعدين مضفورتين على بعض زي ضفيرة الست بالظبط، ضفيرتين ملفوفين على بعض. الست اللي عندها شعر طويل اليوم. شعر طويل. نعم. ضفيرة سلسلتين عاملين ضفيرة. وبعدين الضفيرة ملفوفة بطريقة لا يتصور العقل البشري، ومدفونة فين؟ في نواة الخلية. الخلية اللي قطرها كام؟ جزء من 100 جزء من المليمتر. طيب احنا انا لو سألت اي مشاهد الان ماذا يتوقع؟ جسم مدفون في جسم قطره جزء من 100 جزء من المليمتر، طبعا هيكون حاجة يعني غير دقة. ابدا. ضفيرة الدي ان ايه طولها، وده رقم صادم لكثير من المشاهدين، طولها مترين. اوف مترين. تعال بقى الرقم اللي صادم اكثر، لو جبت طبعا الدي ان اي موجود في كل خليه من خلايا الكائن الحي، كم توجد خليه فيك انت؟ ده حلو ضعيف، لكن معنى مع ذلك برضه عدد الخلايا اللي موجود في الانسان الثمين هو نفس العدد اللي موجود فيه، ما بقطع نظر عن السمع والضعف والكلام. 100 تريليون خليه. 100 تريليون خليه يعني 1 يعني منه 14 صفر للتبسيط. 1 يعني منه 14، يبقى جسم الانسان فيه كم؟ 100 تريليون خليه. 100 تريليون ايه؟ خليه. نعم. كل خليه فيها الايه؟ الدي ان ايه. لو انا جبنا الدي ان ايه اللي موجود في ال 100 تريليون خليه وجبنا الضفائر وربطناها بعضها مع بعض هيطلع لي شريط طوله رقم مفزع اكبر. ها عاوز طول الشريط دي كام يعني؟ قول. طول الشريط هذا ما ادري والله دكتور، يعني شيء مهول، لان انت قاعد تتكلم عن تريليون. طبعا إيه يعني شيء مهول. طول الشريط ده يا اخي الكريم اكبر من بعد الارض عن الشمس 1333 مره يا دكتور. شيء لا يصدقه عقل. شيء يعني انا توقعت تقول لي يلف الكره الارضيه مثلا. لا، اللي بيلف الكره الارضيه مرتين ونص هو حجم الشرايين، طول الاورده والشرايين اللي في الجسم. لو خدنا انسان وجبنا الشرايين والاورده وربطناهم مع بعض هيطلع لي شريط
طوله بالضبط 100,000 كيلو. 100,000 كيلو. محيط الارض كام؟ 40,000. اقسم 100,000 على 40,000، اذا طول الشرايين والاورده في جسم الانسان يلف الارض مره ومره ونص. ولا مدروس حسابيا طبعا طبعا طبعا. خليها في الدي ان اي تاني. الدي ان اي، الدي ان اي انا قلت الشريط طوله كام؟ خيالي دكتور. ها؟ والله العظيم خيالي. ده لسه اللي جاي، اللي جاي اكتر، اللي جاي اكتر. ولذلك انا قلت المعلومات دي مره قدام في جامع من الناس كله هلل وكام. الله اكبر، لا يمكن، لا صدفه ولا تطور ولا مستحيل. مين اللي خلى، مين اللي خلى الدكتور فرانسيس كريك يتخلى عن داروينيته والتطور؟ فرانسيس كريك مكتشف الدي ان ايه لما شاف بعينه هذا الاعجاز الذي لا يتخيله عقل بشري. يستحيل تيجي الصدفه، مستحيل. وغير كده ما انا هقول اهو، الدي ان ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن نبسط المشاهد، مكتبه. المكتبه ديت فيها مليون كتاب، وكل كتاب فيه كل مكتبة، ألف مكتبة، في ألف مجلد، كل مجلد فيه ألف صفحة، يبقى إذا كم صفحة؟ مليون إيه؟ مليون صفحة. كل صفحة فيها 3000 حرف، اضرب بقى ألف في ألف في 3000 يطلع لك الدي إن إيه فيه 3 مليار حرف. الدي إن إيه؟ الدي إن إيه الواحد اللي في النواة، اللي في خلية قطرها جزء من 100 جزء من المليمتر. وعلى فكره هو ده اللي مخلي محمد العوضي محمد العوضي، ومخلي صبري الدبرداش صبري الدبرداش، ومخلي الاخوه المصورين في الاستوديو، ومخلي كل البشر. هو ده يعطيه شخص، هو تكوين ده، هو ده، هو ده جايب لون عينيك ولون بشرتك وطولك وعرضك وخصائص خاص بيولوجيه الانسان. طيب المكتبه دي زي ما قلت فيها كام؟ فيها 1000 كتاب. 1000 كتاب. كل كتاب في كام؟ 1000 صفحه. 1000 صفحه. طيب وكل صفحه فيها كام حرف؟ 3000 ايه حرف. وبقى مش العدد وبس، كل حرف في مكانه. لو شلت حرف الحروف أربعة A والG والC والT، لو شلت حرف يا محمد العوضي ثلاثة A A A A A وبعدين G، صبر الدبلاش مثلا اثنين A وبعدين واحدة G، لو شلت حرف في مكان حرف يبقى مش الشخص. مش شوف حرف. تعال بقى، تعال بقى نشوف عدد الدي ان ايه. قلت كم حرف؟ ثلاثة من الحرف. لما تيجي تقرا الحروف دي افرض كذبتها على شريط من الورق. يقولوا لي في الاذن الله يخليك انت وصبري لازم تفصلون هذا الكلام بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا دوما لك الحمد. اعزائي المشاهدين، الدكتور يثبت دكتور صبري الدمرداش بان التعقيد في جزيء الدي ان ايه اللي في جسم الانسان أكبر دليل على عدم صحة نظرية داروين في التطور، وعلى عدم صحة انبثاق الحياة من اللاحياة. نستكمل الدكتور عن الدي ان ايه. نعم، احنا قلنا الدي ان ايه عبارة عن كم حرف؟ 3 مليار حرف. ايوه. نفرض انك حبيت تكتبها على شريط من الورق، تجد الشريط من الورق ده سبحان الله حاجة فوق تصور العقل البشري، يمتد من القطب المتجمد الشمالي وحط خط الاستواء. وده كله فين؟ في كل خلية من خلاياك أنت وعزيزي المشاهد. عجيب. في كل خلية طبعا. وبعدين تعالى لو حبيت تقرأ هذه الأحرف اللي هي 3 مليار، هتاخد قراءات A بعدين G C T، هتاخد بين الحرف والحرف كم؟ قول ثانية. ثانية. قول ثانية. هتستمر عشان تكمل ال 3 مليار حرف فترة زمنية مقدارها كام؟ الأول بدون أكل، بدون شرب، متواصلة، متواصلة، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا أي شيء، لمدة كام؟ كم شهر مثلا؟ أي شهر هذا وين؟ طب كم سنة؟ 5 10 20 30 40 50 100 سنة عشان تقرأ جزيء البروتين هرمون الانسولين اللي بيخلقه الدي ان ايه بيقراه في فيمتو ثانيه، جزء من مليون البليون جزء من الثانيه. يا سلام عظمه. والله يا رب اشهدك اني اعبدك وحدك لا شريك لك، انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد. سبحانه. طبعا سبحانه. مش ممكن، مش ممكن. هذه هو طبعا. المجادلون اصلا لا يعلمون. هو لو عنده المعلومات دي دكتور فرانسيس كريك ايه اللي رده للايمان؟ العلم. اكتشافوا الدين ايه؟ نعم. ولذلك المجددون بغير علم ما لنا شغل بيهم. هذا بالنسبه للدي ان ايه. تعالى لسه الدي ان ايه عباره عن كم حرف؟ 3 مليار حرف. وانت في كم خليه؟ 100 تريليون خليه. اضرب 100 تريليون في 3000 حرف،
يطلع 3 ضرب 10 أس 23، يعني 3 يعني منها 23 صفر، يعني عبارة عن 300 مليار تريليون جزء. اضرب بقى شوف ربنا خلق البشر قد ايه. على فكرة معروف عدد تقريبي لعدد البشر من أيام أبونا آدم لغاية الآن، تتوقع كام عدد البشر كلهم؟ اللي مات كام واللي عايش كام؟ اللي عايش طبعا 6 مليار، فاضل 6 مليار. اللي مات كام؟ من أنهار أبونا آدم وقابيل وهابيل 74 مليار، 74 ألف مليون بني آدم اللي ماتوا، زائد 6 يبقى كام؟ 80. ما تيجي تضربها يطلع النتيجة كام؟ في كل إنسان 24، احفظ الرقم كويس، مرفوعة 24 ضرب 10 مرفوعة لأس 33، يعني 24 ديشليون. والديشليون ايش يا دكتور؟ الديشليون واحد وعلى يمينه 33 صفر، يعني تحط واحد قدامك تحط ارقام لغايه ما توصل مثلا جمعيه كيفان ولا جمعيه شاميه ولا اي سوق ولا اي سوق وتيجي. شيء لا يصدقه عقل. والعدد مش الارقام المهوله اللي انا بقولها للمشاهد يعني منبهر منها، مش كده وبس، ده بترتيب ونظام معين. وكل ده فين؟ كل ده في جزء مجهري لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني. مين اللي عمل؟ اللي كبر كم ميكروسكوب؟ مين اللي 5 الميكروسكوب نص مليون مره الله. او بالفيلد الميكروسكوب 5 مليون من مره. الذي خلق؟ مين اللي خلق؟ مين اللي صنع؟ مين اللي هو كون نفسه وجاب ال 3 مليار حرف وحطهم بنفس الترتيب؟ ها؟ ألا ساء ما يحكمون. والله ألا ساء ما يحكمون. انا وانا بقرا مثل هذه يفزع قلبي وجأر بالايمان. هناك اله للكون، الى زمن كاتب في طيب في كتاب. هذا بالنسبه لتعقيد الدي ان اي، الخليه ليس فيها تعقيد؟ ده الخليه يقول العلماء، اولا الخليه عباره عن ايه؟ جزء من مليون، جزء من 100 جزء من المليمتر. فيها كام بروتين؟ فيها مليار بروتين. ادي الخليه اهي، ادي الخليه اهي، مليار بروتين. مشكله دارون ايه؟ في الميكروسكوب اللي استخدمه كان عباره عن ايه؟ كنت تكبره 200 مره، لكن ما كانش شايف الا السطح. دلوقتي اكبر تعقيد تقع عليه العين هي الايه؟ الخليه. هل فيها محطات؟ فيها محطات. هل فيها مصانع؟ فيها مصانع. هل فيها بنوك معلومات؟ فيها بنوك معلومات. هل فيها ابراج مراقبه؟ فيها ابراج مراقبه. هل فيها مخازن؟ فيها مخازن. هل فيها طرق للنقل؟ فيها طرق للنقل. هل فيها شبكات اتصال؟ فيها شبكات اتصال. هل فيها ابواب؟ فيها ابواب فتحت عشان يعني تسمح بالدخول، وفي ابواب سكرت عشان لا تسمح بالدخول. فيها الخلاص ما لا عين رات ولا اذن سمعت كون، والله ولا خطر على قلب بشر. كون ها؟ كون كون. شوف اقول لك على حاجه، التعقيد الموجود في الخليه لو كبرت قطر الخليه اللي هو جزء من 100 جزء من المليمتر وخليته مثلا 20 كيلو زي مدينه نيويورك، شوف التعقيد اللي موجود في مدينه نيويورك الخليه التعقيد اللي فيها 5 مليون مره ضربها في وايه؟ عباره عن ايه؟ حجم قطر. شوف دي برضه صوره ثانيه للتعقيد الموجود في الخليه. ونشوف الصوره بعدها، الزحام في مدينه نيويورك، السيارات السيارات. شوف هنا ممكن يحدث فوضى. نعم، لكن الخليه فيها زحام اشد من ذلك، اللي فيها مليار ولا فوضى ولا فوضى. وبعدين في نقطة خطيرة، ازاي مثلا هرمون الانسولين عند اللي عندهم سكر شفاهم الله وعافاهم بيعرف طريقه؟ قال لك ايه بقى؟ اي ما هو الهرمون عبارة عن بروتين، والبروتين وحدة بناء والحمض النووي، ادي جزء الانسولين. شوف برضو الدقة يا دكتور محمد، 51 حمض اميني عبارة عن جديلة شريطين، ده 30 وده 21. نظام ايه؟ ده انت لو شلت، شوف لو شلت التالتة حطيتها مكان التانية وجبت التانية مكان التالتة ما عادش انسولين ولا يقوم بوظيفته، في ثبات نسبة سكر في الدم والمريض يحصل له غيبوبة ويموت. يا سلام، دقة ما بعدها دقة طبعا. وهذا يعمل لا إراديا وأنت نايم. طب بدي أقول لا، فينا إشكالية كبيرة جدا. إزاي الهرمون ده بيعرف الخلايا اللي رايح لها؟ والبروتين بيعرف ازاي يروح لها؟ قال لك ايه؟ انت ما بتبعت رساله لواحد لازم على الخطاب تحط اربع حاجات. أيوة. اسم المرسل، اسم المرسل اليه، والعنوان
وثم الرقب البريدي. جزيء البروتين، جزيء البروتين عليه كل هذه المعلومات، هو بيكون من احماض امينيه، والاحماض اللي تجد في الطرف بتاع البروتين، وانا بتكلم عن جزء ايه، حاجه جزء من مليون، جزء من مليمتر، عليه الرقم البريدي بتاعه اللي هو عباره عن ساعي البريد، السواق بتاعه اللي بيقول له روح للحته الفلانيه، ومع ساعي إيه البريد، ومع ساعي البريد إيه، ومع هذا، لا اله الا الله سبحانك وتعالى يا رب الله. من كل قلبي والله. اكيد يا دكتور عندك اشياء اكثر، لكن باذن الله في الحلقات المقبله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالق.